فجأة فرحة في ايه يا بنت؟ في موضوع مهم عاوز اقول لك عليه. خير؟ ايه الحكاية؟ مصيبة يا رجل مصيبة. ايه في ايه يا بنت؟ انا حامل. ايه؟ بقول لك حامل ولازم تشوف لي صرفة دلوقتي قبل ما بطني تكبر وتبقى فضيحة. وفيها ايه ما تسقطي نفسك؟ ازاي؟ يا فرحة وانا اللي هقولك ازاي؟ ده شغل نسوان. بقول لك ايه يا رجب، انا ماليش فيه، زي ما ورطتني في الموضوع ده هتخلصني منه. خلاص خلاص وطي صوتك، حتى عليا اخر النهار اكون قلبت الموضوع في دماغي وان شاء الله الاقي حل. اوعى تخلى بيا يا رجب. اخلى بيكي ازاي يا بت؟ ده انت الحب كله، انت حبيبتي يا فرحة. يلا انت دلوقتي، يلا يلا يا بت. انا كنت ناقصك انت كمان. السلام عليكم. السلام عليكم اختار باشا. ازيك يا حسن؟ السلام عليكم. يا بطيخه طمر ست هاني من نجمه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. خير؟ ايه اللي حصل يا سيد الناس؟ ازيك يا ست البنات؟ لا انا قلت عدي اخدك في سكتي نروح مع بعض. انا عندي شويه حسابات هخلصها في المكتب، يلا تعالى معايا. لا لا براحتك انت، انا عايز وحشاني قعده المدبغه كده. خلصي وانا مستنيك. خلاص مش هعوق. اذا كان كده ماشي يا حلو. انت منور يا مختار باشا. ازيك يا رجب؟ الحمد لله يا سيدي المعلمين، فضل ونعمة. احكي لي. رجب. عن اسمك يا معلم، ثانية واحدة وهرجع. لا مؤاخذة يا سيدي المعلمين. مين هي البت دي؟ دي بنت حتتي وابوها صاحبي. وبنت حتتك تجي لك المدبغه ليه؟ ده محل اكل عيش. اصل حالتهم ضنك على الاخر، فابوها كان بعت لي معاها مرسال ان هو مزنوق في قرشين يعني. بس انت عارف يا معلم منين وانا لا اكل عشان اسلف. نفس اعرف بتودي فلوسك فين. اللي جاي على قد اللي رايح، وبعدين الراجل ماشي بمثل، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ماشي يلا اجري غير الحجر. عينيا يا سيدي المعلمين. ياه، من زمان الواحد ما شربش صنف زغليلي كده. يدي حته مغربي مزغلله جات لي امبارح، قلت لازم رجب حبيبي يدوقها. طول عمرك صاحب واجب يا سيدي المعلمين. انا رجالتي الجدعان ما استخسرش فيهم حاجه ابدا. الواجب ده فيه ان انت بقالك فتره ما بتجيش هنا، ده انا حتى قلت تلاقيه شكله صومعه عليوي، يبقى اكيد المجيه دي لعله. عله ايه وانه ايه؟ انا كل الحكايه شايف دماغك خربانه من الحنه والملوخيه الناشفه، فقلت امنجاك. طول عمرك حنين يا باشا. اؤمر فرح مش معنى عجباني. يفتح الله، انا راجلك لكن في اللون ده ماليش. لون ايه؟ بنت غلبانه واهلها ناس على قد حالهم وبتجري على اخواتها علشان لقمه العيش، وبعدين لا مؤاخذة انا رجولة. يا دوا حد جاب سيرة الرجولة؟ يعني البت جدعة وبنت ناس؟ ناس غلابة. وبعدين ابوها صاحب. هي عندها كام سنة؟ الله، دي مش عشاها في دماغك قوي. يا ده انا عايز اساعدها. طب شوف اللي ربنا هقدرك عليه وانا اوصله لابوها، حتى ينوبك ثواب الحسنة المدارية. انت هتفكرني اتسطلت. انت هتوصل لابوها فلوس؟ انا عايز اساعدها مش بفلوس. امال هتساعدها ازاي؟ هتعينها في الحكومه؟ انا عايز اتجوزها. يا دي في بوقك الناموس يدخل جواك، تتنحت كده ليه؟ بقلبها في دماغي، خايف الحاجه النظيفه ديت تكون سطلتني وفهمت غلط. عيد اللي انت قلته. انا عايز اتجوز فرحه، وعايزك تكلم لي اهلها. هشبرقهم وهشبرقها وهاخد لها شقه بس لوحدها من غير اهلها. طب وست سماح؟ وانت مال اهلك؟ انا راجل وليا الحق اتجوز اربعه، وصوتي من دماغي ما بشاورش حد. بس هو يعني انا خايف على زعلها، خايف لا تزعل، وبعدين لو عرفت ان انا سبب في الموضوع دوت. يا نهار اسود، انا مش ناقص. انا عامل ترتيبي. ازاي؟ انت هتحقق معايا. انت تقوم من هنا على ابوها وتفاتحه، نقرا الفاتحه وتاخد حسنتك. خدامك يا مختار باشا. وتفهمه اني مستعجل، اسبوع بكتير ونخلص. البت دي مرزقه وبنت حلال، وانت كمان ابن حلال وتستاهل كل خير. ربنا هيديلك على قد نيتك. امين يا رب. كنت وحشاني قوي فرحتي. وانا
واخرتها ايه بس يا راجل؟ اخرتها فل ان شاء الله. تعالى هنا، انت رايح فين؟ راح اضرب لي حجرين. وبعدين انت مالك متطره كده ومش على بعضك؟ في ايه؟ انت هتستعبط؟ انت مش عارف المصيبه اللي انا فيها؟ ربنا ما يجيب مصايب، حد يكره العيال؟ ده حتى العيال رزقها واسع. يعني خلاص ناوي تكتب عليا؟ لا طبعا. يعني هتخلى بيا يا رجب؟ عيب يا بت، انا راجل وعمري ما بيع حبايبي ابدا، وانت يا فرحه عارفه ان انت عندي ست الحبايب. انا مش فاهمه حاجه يا رجب، حيرتني معاك. ما هو انت لو تصبري هقريكي على الدور. يا رجب مفيش وقت، الايام بتجر بعضها، بطني بتكبر. خلاص يا رجب استر عليا، ربنا يخليك. هستر عليك. هتتجوزني؟ قلت لا. اما امرك عجيب يا رجب، امال هتستر عليا ازاي؟ هجوزك لواحد صاحبي. نعم؟ واحد صاحبك؟ هو مش صاحبي صاحبي يعني، بس زي ما تقولي كده هو صاحب الشغل اللي انا شغال عنده. شافك وعجبتيه يا بت، راح طالب ايدك مني. وصاحب الشغل هيتجوزني ازاي وانا حامل منك؟ هو مين هيقول؟ وبعدين احنا هنعمل لك عمليه صغننه كده نرجعك فيها بنت بنوت زي الاول. انت اتجننت يا رجب؟ والعيل اللي انا حامل فيه منك؟ نسقطه. ايه؟ نسقطه؟ نسقطه. وبعدين قدام شويه يبقى احمال انت من عريسك، حتى يطلع الواد كده جديد ونظيف وبيبرق. قلتولي بقى عايزين العملية بلدي ولا صيني؟ يعني ايه؟ البلدي ده يعني ابرة وخيط عادي يعني، انما الصيني بتبقى بالونة وفيها مية حمراء. يا سلام، العلم تقدم اخر حاجة. امال يا استاذ انت فاكر ايه؟ دي احدث موضة نازلة في السوق، بس يعني غالية حبتين. بكام الصيني ده؟ ب 300 جنيه. مش خسارة فيها، فرحة تستاهل اكتر من كده. وعندك بقى 500 جنيه فتح اوضه العمليات و2000 جنيه لايدين الدكتوره اسم الله عليها، يبقى المجموع كله 2800 جنيه. ماشي. بتعرفي تعدي ولا لا مؤاخذه عدهم لك؟ لا يا اخويا بعرف اعد، ده كتير قوي يا راجل. يا بنت عادي، وبعدين اللي هدفعه فيك النهارده هترده لي لما يتم المراد. انا خايفه. ما تخافيش يا بنت، اعتبريها اعتبريها شك الدبوس. فضلي اختي معايا. تعالى معايا. ماشي. على فين يا استاذ؟ دي عمليه، انت فاكرها جمعيه تعاونيه ولا ايه؟ معلش يا مدام، بس اصلها اول مره يعني. كلهم يا اخويا بيقولوا كده. ماشي. انا فاهم. اعمل ايه بقى في قلبي الرهيف ده؟ دايما بيضعف قدام المستجدين. تعالي ورايا يا اختي. يلا. ما ينفعش يا استاذ، خليها تاخد الفيتامينات دي وتجيني كمان اسبوع. هو ايه ده؟ ايه اللي كمان اسبوع؟ دي حامل. ما انا عارف انها حامل، مش هتفاجئ يعني، واحنا جايين ننزل العيل ونعمل عمليه على نظافه. ما ينفعش. هو ايه ده اللي ما ينفعش؟ حالتها ما تتحملش الاجهاض وممكن يكون في خطوره على حياتها، وبعدين العمليه الثانيه لازم تتعمل بعد الاجهاض على الاقل باسبوعين. والعمل؟ احنا مستعجلين ومش هنقدر نستنى اسبوعين يا دكتوره. لا دي مشكلتكم، انما انا مش هعمل العمليه النهارده. هو ايه ده؟ يعني ايه؟ قلت لك اديها الفيتامينات ولما تشد حيلها بهاتها. جرى يا دكتوره؟ تفكراني واد هفه واسمع الكلام ولا ايه؟ جرى ايه يا استاذ؟ لا يا ماما انا مش استاذ، وهتعملي العمليه دلوقتي بدل ما اعملها لك انا. مش كده يا رجب؟ بس يا بنت تعالي هنا. تعالي يا ام احساس مرهف، رايحه فين؟ ما تعرفني يا اخويا، احساسي مرهف ورهيف كده وما اقدرش اشوف الدم خالص. ارجعي على جنب يا وليا. يلا يا دكتوره، يلا اعملي العمليه ونططي القرد بدل ما نططك انا على اخره. ايوه برضه يا رجب، اهون عليك تعرضني للخطر؟ يا بنت ده لمصلحتك. ما تسمعيش كلام الدكتوره دي، مش فاهمه حاجه، انت زي الفل وعشه على عشه اهو. وبعدين انا عليا بايه اصلا كل المصاريف دي غير ان اطمن عليكي واسطرك وارجعك بنت بنوت زي الاول؟ بنت بنوت ازاي وانا حامل منك؟ هنعمل ايه؟ الوقت كان ضيق وخفت العريس يطير من ايدينا. وبعدين ما تقلقيش ما تقلقيش، انا هكلفت الجوازه في 10 ايام. ولو نزل ابن سبعه عادي عادي، ما هو وارد ينزل ابن سبعه ولا ايه؟ يا راجل الراجل ده ذنبه ايه بس ينضحك عليه؟ هيربي عيال غير ابنه ليه؟ ربنا بيديله على قد نيته. وبعدين ده من حظ ابنك الحلو اللي هينزل يلاقي اب اجدع واغنى واحلى من ابوه الف مره. ايوه بس ايه يا فرحه؟ يا راجل كده حرام، كده يبقى غش وتزوير. مش احسن ما ينكشف سترك وفضحتك تبقى بجلاجل؟ يا سيدي انا مش عايزه منك اي حاجه، اكتب عليا انت بس ومش هيبقى في فضول. بقول لك ايه يا بنت؟ بقول لك ايه؟ انا مش بتاع جواز. مش بتاع جواز. وبعدين يا بنت الناس زي ما انت شايفه، الحاله ضنك على الاخر وناشفه، مش معقوله يعني هروح لافح على كتف مرض عايز كده برضه يا راجل؟ عاوز تخلع مني وتلزقني لاي حد؟ اي حد ايه؟ اي حد ايه يا عبيطه؟ يا عبيطه؟ ده مختار باشا ابن العز والفخفخه، ده هيعيشك في هنا ما كنتيش تحلمي بيها فرحه. بس افرض بقى قفش الموضوع. مش هيقفش. اطمني مش هيقفش، انا هظبطه. المهم بس ان لما يتم المراد ما تنسيش رجب. الف مبروك للعرسين. الف مبروك يا معلم، الف مبروك، مبروك يا معلم، مبروك.
مبروك يا عروسه، الف مبروك يا ابو فرحه، الف مبروك يا ابو فرحه، وصلي صلي صلي على النبي، صلي صلي ما يصلي صلي، مبروك يا معلمي، الف مبروك يا معلم، عقبالي. اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا. هو انتوا هتقعدوا سايبين المعازيم في الشقه بتاعكم؟ خليهم يستنوا لحد اما الرقاصه والزفه. رقاصه وزفه كمان؟ ايه ده فرح مختار باشا. الله يخليك يا مختار بيه وبارك فيه. لا بايه بقى؟ ايه بيه دي؟ وانا مش زي ابنك ولا ايه؟ زي ابني بس ما بسش من هنا ورايح اسمي مختار وبس. مختار مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. احنا ليلتنا بيضه. بطني عليك شويه يا رجب وخايف. خايفه من ايه؟ مش عارفه، حاسه انها لو عليت زياده عن كده هتبقى مصيبه. انت عبيطه يا فرحه، عبيطه يا بنت، انت عروسه جديده وعادي خالص انك تبقي حامل. ما انت عارف اللي فيها. ما هو عشان عارف اللي فيها، انت اول ما تروحي بيتكم بلغي جوزك انك حامل. يا لهوي انا اقول له؟ لا يا عم خايف. تخافي من ايه؟ ما تخافيش من حاجه، ده هيطير من الفرح اول ما تقولي له. اساليني انا، ده بيتمنى ضفر عيل من الدنيا. امال هو اتجوز على سماح مراته الاولانيه ليه؟ طب اجيبها له ازاي؟ هاتيها له خبط لازق كده، انا حامل. لما ياخدك لدكتور ويكتشف الان يا نهار اسود والنيل. انما بقى لو قلت له ان انا وامي رحنا لدكتوره معرفه وهي اللي قالت لي ان انا حامل، الحكايه هتعدي زبادي ومش هياخدك لدكتور ولا حاجه. طب افرض بقى اتمسك انه ياخدني للدكتور اللي تبعه. لو اتمسك اتمسك انت كمان بالدكتوره بتاعتك وقولي ان انت مستريحه معاها ومش عايزه تغيريها، وتحججي ان انت ما بتتكشفيش على رجاله خالص خالص. وافرض بقى صمت اعمل ايه ساعتها؟ يا ست تحججي باي فيلم هندي، المهم ما ياخدكيش لدكتور ويعرف عمر العيل. استر يا رب، ده انا غلبان. هيستر هيستر ان شاء الله. الاقيش معاكي 500 جنيه؟ كان على عيني، انا كل اللي احتكم عليه ورقه ب 100. ورقه ب 100 اهي. نوايا نوايا تسند الزير. بقول لك ما حلتش اللي هي تقول نتشها. بذمتك مش مكسوفه من نفسك؟ بقى واحده زيك متجوزه مختار باشا ابن العز والفخفخه معاها ورقه ب 100؟ يا بنتي انت اقل حاجه يبقى عندك رصيد في البنك. هو بصراحة مش بخلان عليا بحاجة، إنما فلوس أنا ما بطلبش. يا عبيطة يا عبيطة، ما بتطلبيش ليه؟ أنا هقولك، أنت أول ما تروحي البيت بلغيني إن أنت حامل، وشوفي السعد والهنا اللي هتبقي فيها فرحة. ده أنت لو طلبتي حبابي عينيه هيديها لك. تفتكر كده؟ أفتكر. اعمليها أنت بس وهتدعي لي، بس لما يشبرقك يشبرقيني. شبرقيني يا فرحة، ده أنا برضه رجب. إيدك بقى يا رجب على حق التاكسي عشان أروح. تاكسي منين؟ ده انا لسه بقول لك الحياه ضنك وناشفه. منين؟ انت انزلي خدي تاكس، واول ما تروحي ان شاء الله بالسلامه اطلبي من اي حد يحاسب على التاكس. حلاوه حلاوه حلاوه. انت هتقعدي ولا ايه؟ ايه؟ يلا يلا يا بت قومي هزي شويه كده. والنبي مش قادره يا سي مختار. لا 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 لا، الا الكسل ده بقى، هنكسل. يلا خلينا نتبسط كده اهو. ها؟ لا يا اخويا اخاف على اللي في بطني. مالها بطن؟ اصلك ايه؟ اصلك ايه؟ اصلي رحت للدكتوره النهارده انا وامي. وقالت لك ايه؟ هتبقى اب يا سي مختار. اب؟ انت بتتكلمي جد يا بنت؟ انت حامل؟ وهي دي برضه حاجه يتهزر فيها يا سي مختار. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، اخيرا هبقى اب. يا رب يتربى في عزك ويشيل اسمك ويرفع راسك في السماء يا رب. ده انا هغرقه في العز، هخلي اسمه ولا الطبل في كل مكان. ربنا يخليك لي يا اخويا يا رب، ما يحرمكوش من بعض ابدا. اه ده مش ابن اي حد، ده ابن مختار ليل على سن ورمح. اخيرا هبقى اب، اخيرا هبقى اب. يا ما انت كريم يا رب. مش كده يا سي مختار، ربنا يخلي له امه. كان نفسي ابني امه تبقى سماح. مش لو كان ابنك بجد. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ قصدي يعني انت اتاكدت ان الولد اللي في بطنها ده يبقى ابنك؟ انت بتخرفي تقولي ايه وليه انت؟ بصراحه كده يا سي مختار، فيه سر عندي وانا لازم اقوله لك. سر ايه؟ اصلا يا اخويا من ساعه ما سبت الخدمه عندكم الدنيا لطشت بيا، فاضطريت بقى ان انا اشتغل عند دكتوره قليله الذمه يعني، كانت بتعمل عمليات مش كويسه للستات. وانا داخل ايه بالكلام ده؟ اصل ايه؟ ما تتكلمي. اصل مراتك التانية جت عندنا وكان معاها واحد. مراتي؟ انتوا واحد مين؟ واسمه ايه؟ انا مش فاكره اسمه، لكن فاكره شكله كويس قوي.
يومها الدكتورة مرضتش تعمل لها العملية لأنها كانت حامل. حامل؟ عشان كده هو فتح علينا المطوة وخلى الدكتورة تعمل العملية بالعافية. عملية ايه؟ ترقيع. ترقيع ايه؟ يا سي مختار، دي حاجة كده تتفهم وهي طايرة. طبعا انت اتجوزتها وهي بنت بنوت مش كده؟ انت يا بنت متأكدة بالكلام اللي بتقوليه ده؟ ده لولا انك غالي عليا انا ما كنتش قلت حاجة زي دي ابدا، وما كنتش فتشت سرهم. دي مسؤولية عليا وانا لا يمكن اتبلى على حد في حاجة زي دي ابدا. بس دي كانت حامل، يعني دي انساب، يعني ابنها ده هيشيل اسمك وبعد عمر طويل هيورثك، وانا ما اقدرش اشوفك في البلوة دي وما اقولكش. ايه يا مختار، ايه اللي حصل؟ اللي في بطنك ده ابن مين؟ ابن مين؟ ابنك انت طبعا. كدابة كدابة، انت كنت حامل في الواد ده قبل ما تتجوزيني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو مكدباني اجيب لك نواشي. نواشي؟ نواشي مين دي؟ نواشي مين؟ نواشي اللي كان شغال عند الدكتورة اياها اللي عملتي عندها العملية يا فاكرة. طيب انت مين اللي كان معاك؟ مين ابو الواد ده؟ انطعي انطعي انطعي. رجب رجب رغني وضحك عليا، ولما حصل اللي حصل غصب عليا اتجوزك. رجب سامحني، حتة عيلة زيك انت تستخفزنا انا؟ سامحني والله العظيم غصب عني، انا كنت بدور على اي حاجه عشان اخلص من المصيبه دي واستر على نفسي. استر على نفسك، انت شطانه. ابو سعيد ابو سعيد سامحني. انت طعنتيني بالسكينه في ظهري، ارجوك ارحمني ارحمني. انت اللي زيك ما تستاهلش الرحمه. انت طالق طالق. يا مختار ايه اللي بيحصل ده يا ابني؟ ان ما كنتش خايف عليها خاف على ابنك اللي ببطنها. مش ابني. مش ايه اللي ببطنها ده؟ مش ابني. امال ابني مين؟ ابن رجب. رجب يا دي العار، يا دي المصيبة. ايه؟ أنا في كابوس؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ في ايه؟